دبلوماسي في الإجابة، دبلوماسي الله يبارك. عندك واحد تصريح في جريدة من الجرائد بدون ذكر الأسماء، قلت أنا من الأهداف نتاوعي أني نسين نطلع نحيي التراث الجزائري. صحيح. أولا، كيفاش تحيي التراث الجزائري في الوقت الحالي بدون ذكر الأسباب والغر نورمالمون راك عارفهم، وأما هو التراث اللي راك تقصده، النوع التراث اللي راك تقصده، هذا هو هذا أول تصريح، وهذا تصريح حصري. غادي نعطيك حاجة، محمد عظامة عنده 368 ديوان. الله يبارك. من التراث سماع روحي. الله يبارك. نعاود نقول بحكم أني ولد زاوية، يعني الديوان الأول اللي كبرت عليه اللي هو الديوان الشيخ العلوي، ومن بعد الديوان تاع الخليفة تاعو، طبعا كلهم بعد وفاة الشيخ كما يقول الشيخ، وبعد وفاة الشيخ يظهر كمثله، هذه سنة الله جرت فلا بدل. أي واحد كان غادي نهضروا كما نقولوا الأب تاعك اللي توفى راه مخلي الخليفة تاعو، هاك مع الابن توفى راه مخلي الابن تاعو. توجور كاين هذه على غرار الديوان تاع الشيخ العلوي، على غرار الديوان تاع الشيخ عدل بن تونس، على غرار الديوان سيدي حمو الشيخ اللي معروف بسيدي البوزيدي محمد ابن الحبيب البوزيدي، زيد روح سيدي بن فارد، شيخ الششتوري، والقائمة طويلة طويلة. هذا التراث في بعض الأحيان الناس يقولوا لي بصح هذه الألحان راهي كاينة، تما راك تعاود في الألحان. سي فري نعاود في الألحان اللي معروفة باش تكون سهلة للمتلقي وتكون سهلة للأذن، ولكن مين تسمع يقول لك بصح راه نبدل لي بارول. أنا الهدف تاعي ماشي نبدل لك لي بارول، نسمعك التراث اللي راه منسى. هذاك الشيء اللي بارول تاعي، سمعك التراث اللي راه منسى، اللي ما تغناش، اللي ما تجبدش. كما قصيدة الفياشية اللي بسبتها محمد عظمة نعرف، قصيدة الفياشية اللي هي أنا ماني فياش، أنا ماني فياش، اللهم صل على المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي قصيدة فيها 6 صفحات، كل صفحة فيها أبواب ما شاء الله، ولكن نحن نعرفوا غير في ظلمات الأرحام، نعرفوا آية ألم نشرح، فسبحان من صالح بيننا، ولكن من يسمون يقول عظمة هذا الكلام من جبتوه؟ هو راه كاين صافي، هو راه كاين في هذا، بصح انتوما ما سمحتوش. دروك انا سييت درت 5 مطارح، 5 مطارح في المادوك تاع الشعر، انت زيد كمل هذوك 5 مطارح وزيد كمل عاوني في هذا المجال. غير في هذا الباب اللي حسيت بهذيك تاع روح المسؤوليه، تاع خصني نوصل الميساج ونوصل التراث تاعنا بطريقه مهذبه، ولكن في بعض الاحيان تصيب صعوبه، بصح الناس ما غاديش يسمعوها مني، معليش ما يسمعوهاش مني. كما قال لك الصامت اللي يغلب قبيح، ولكن الصامت اللي يغلب قبيح شكون؟ الصامت هذاك العاقل. صامت علي يجي عندك سي عصام السلام عليكم، تقول وعليكم السلام وراك لاهي في كتبتك، عاود روح سي عصام الله يعاونك، رحم والديك، انت في راسك خليني نخدم، خليني نخدم، صارك فاهم قصدي، خليني نخدم، تعاون نجي سي عصام كاش ما خاصك راني هنا. اي سقسي تعرف تكتب اللي نكتب فيه، شوف بون راك غلط هنايا، هنا راك بادي بالخبر وما تبدا بالمبتدا، تبدا من هنا تشوف فيه. صح اسمح لي كنت حاقرك تفضل ريح، تما اللي قلت لي باغيه وصلت علي واني وصلت لك، راك فاهم. دائما درنا غير مثال، جيسبر ان شاء الله يكونوا المتفرجين والمستمعين الكرام يكونوا فهموا المثال تاعك، فهموا القصد هذيك على بيها تعلموا قلت نحيي التراث، نحيي التراث القديم اللي راه كاين، الحان راهم كاينين، خاطر حنايا عندنا الحان ما شاء الله في اي حاجه. اي ونسيتك حاجه، نقولوا فن السماع الروحي، كاين واحد الفن اللي نعيطوا له حنا البناوي، كاين الفن الروحي نشوف الكومبري وتشوفها كي يروح معاه، تقعد تقعد تسمع في النغمه وتقعد تسمع في هذوك، حتى كاين بعض الالات روحيه فيها، يقول لك علاش في بعض الاحيان من الات طغى عليها الالات الكهربائيه كيما نقولوا الالكتريك، ما تحسهاش كيما مين يقول لك حسيت بالنهاش كامل، لاخاطر كمان فيه اللوح فيه الروح، سمحت العود فيه الروح. صح، بصح تما ما على بالك بلي فيه الروح،
اي حاجه دروك هي كاينه امكانيات ماشي ردها الكترونيك غير هي نخليها نزيد نطورها كما قال لك جديد حبو قديم نتفرج فيه هذه اللي قلنا نتمشوا بها جيسبر ان شاء الله يكونوا فهمونا يكونوا فهموا القصه باسكو مديت امثله اللي بسيف تفهم ان شاء الله.